أريد هنا أن أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة. لذا أدعو جميع المغاربة للمساهمة الإيجابية فيها بروح المواطنة الفاعلة، لأن النتائج التي نطمح إليها والمشاريع والمبادرات التي نقدم عليها لها هدف واحد وتحسين ظروف عيش المواطنين. فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية بما فيها الحكومة. وفي هذا الإطار نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بأقليات جديدة قادرة على الاستقرار بمستوى العمل وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده. شعبي العزيز، إن الاحتفال بعيد العشر المجيد أبلغ لحظة بتأكيد تألقنا الراسخ بمغربية صحرائنا ووحدتنا الوطنية والترابية وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا. وإن نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب على الصعيد الأممي والإفريقي والأوروبي، فإننا ندعو إلى مواصلة التابعة على كل المستويات لتعزيز هذه المكاسب والتصدي لمناورات الخصوم. ويبقى المغرب ثابتا في انخراطه الصادق في المسار السياسي تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة، كما أنه واضح في قناعته المبدئية بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي. ذلك أن التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهنا لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق بناجلية الممدودة تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحتى الجوار التي تجمع على الدوام شعبينا الشقيقين، وهو ما تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف التي عبر عنها المغاربة ملكا وشعبا بصدق وتلقائية، داعما للمنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا للأمم في مصر الشقيقة، ومشاطرة من الشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا. فهذا الوعي والإيمان بوحدة المصير وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك هو الذي يجعلنا نتطلع بأمل وتفاؤل إلى أمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة إلى الوحدة.